البعض يرحل إذا انتهت المصلحة، والبعض يرحل إذا وجد بديلا لك، والبعض يرحل عندما يعلم بأنك بحاجة له. غالبيتهم يرحلون، ولكن يختلفون في طريقة الرحيل وتبعات ما بعد الرحيل، ولكن بعضهم يتمسكون بك رغم كل ظروفك وعيوبك. بيقول المثل أصابعك مش مثل بعض، يعني ما فيك تعمم على كل الناس، لا خير ولا شر. لهيك انتبه منيح لعلاقاتك، وتذكر في اللي خاف عليك وفي اللي خاف منك، وفي اللي غار عليك وفي اللي غار منك، وفي اللي بيحكي معك وفي اللي بيحكي عليك وعنك، وفي اللي بيضحك معك وفي اللي